صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، برحب بيكم محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر. إحساس الأبوة والأمومة إحساس لا يمكن أن يصفه الكلام مهما طال، كل منا يود ويتمنى ويأمل أن يظل اسمه موجود ومحفور يحمله أبناءه وأحفاده من بعده، لكن هذا قد لا يحدث وقد يتأخر وأحيانا قد يكون محفوفا ببعض العقبات، لكن هذا يحتاج إلى تدخل طبي حول هذا الموضوع. يسرني ويشرفني ويسعدني أن أستضيف الاسم البراق في عالم النساء والتوليد والطبيبة الماهرة جدا دكتور أميرة عثمان، أستاذ أمراض النساء والتوليد بمستشفى القصر العيني جامعة القاهرة، عضو الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية البريطانية للخصوبة، استشاري العقم والصحة الإنجابية بمستشفى جايز لندن. دكتور أميرة صباح الخير، برحب بحضرتك وبشكر حضرتك جدا الحضور لبرنامج أطباء مصر. صباح الخير يا محمد، أهلا بك. في البداية دكتور، في ظل الأزمة اللي بيمر بها العالم والجائحة اللي بيمر بها كل العالم، عايزين حضرتك توضح لنا هل فيروس كوفيد 19 ممكن يأثر على الحامل أو على عملية الحمل الطبيعي أو حتى وسائل الإخصاب المساعد؟ صباح الخير عليك يا محمد، أهلا بيك. أولا طبعا الوقت اللي احنا فيه ده وقت عصيب جدا، والناس كلها قلقانة من الكورونا والكوفيد 19. أنا بحب أطمن الناس إن الناس كلها إن شاء الله 90% ما بيبقاش عليهم أي أعراض خالص أو بتبقى أعراض بسيطة جدا. وأحب أطمن الحوامل برضو إن الدراسات أثبتت إن هم مش عرضة أكتر إن يجي لهم الكورونا زيهم، يعني زي باقي الناس، فدي حاجة مطمئنة. ولقوا إن الفيروس ما بيتنقلش للجنين لحد دلوقتي، ما فيش أي إثبات لده، فإذا الحامل ما تبقاش قلقانة على البيبي بتاعها أو حتى بعد الولادة لسه ما ظهرش. لقوا ان الاطفال اول ما بتتولد اذا بيجي لها الفيروس غالبا بيبقى من حاجه خارجيه وليس من عن طريق المشيمه نفسها. اما بالنسبه للصحه الانجابيه، هم لحد دلوقتي احنا لسه طبعا بدري ولسه نتعرف اكتر على المرض، على الفيروس، انما هم قدروا انه يستخلصوا الفيروس من السائل المنوي بتاع الرجاله المصابين بالفيروس. اذا لا ينتقل من الام للجنين، ولكن وجدوا ان هو موجود في السائل المنوي. بالظبط، انما الترجمه العمليه لده لسه احنا مش عارفين معناه ايه، هل بيتنقل بعد كده ما بيتنقلش، لسه الكلام ده بدري قوي عليه. الحاجه الثانيه اللي برضو اثبتوها ان في لقوا المستقبلات بتاع الفيروس ده، والفيروس ده يا محمد زي ما انت عارف عشان يمسك في الخليه ويتكاثر لازم ريسبتورز او المستقبلات بتاعته. بالظبط، فلقوا المستقبلات دي اللي بنسميها الايس 2 ريسبتورز موجودة في الأنسجة بتاعة المبيض، وموجودة برضو في الخلايا بتاعة الجنين. برضو معنى ده إيه؟ إحنا لسه مش عارفين، ده بدري جدا، ولسه ما فيش أي ولادات حصلت نتجت عن حالات حقن مجهري في ظل وقت الكوفيد، خصوصا أن معظم المراكز عالميا وقفوا الشغل خالص الفترة دي لحد ما يعرفوا أكتر عن الفيروس. طيب يا دكتور، كنت عايز أسأل، هو دلوقتي الفيروس موجود في السائل المنوي، ووجدوا ان هو موجود في السائل المنوي، تمام، والريسبتور بتاعته في عند الانثى او في المبيض، مظبوط، ممكن كده ينتقل كده، توفرت الشروط؟ مش بالتاكيد، وخلي بالك ان احنا الحاجات لسه برضو الدراسات لسه ما فيش اي اثبات لاي حاجه. والحاجات اللي ممكن بالمنطق تبان لنا ان هي ممكنه مش شرط ان هي تتنفذ او تتحقق في الحقيقه يعني. بالظبط. طيب ننتقل لموضوع مهم جدا يا دكتور، وموضوع تاخر الانجاب. أيوة. الموضوع اللي بيسبب أزمة نفسية رهيبة جدا لكل من الزوجين، مش شرط ان هو الأنثى او للراجل، بيسبب أزمة نفسية رهيبة. ممكن حضرتك تعرف لنا ايه تأخر الإنجاب وايه شروطه وايه الشروط اللي المفروض تكون موجودة في حد عشان هو يقول عندي تأخر إنجاب؟ هو التعريف عالميا تأخر الحمل ان يمر سنة كاملة على الزوجين بدون استخدام اي موانع للحمل، وبشرط ان هما يكونوا متواجدين مع بعض، يعني مش الزوج يبقى مسافر في حته وهي في حته، لا، لازم يكون في علاقه زوجيه منتظمه، ما تقلش عن مرتين الى 3 مرات في الاسبوع. في الاسبوع علشان نقدر نقول ان بعد السنه دي ايوه ممكن في تاخر. ومع هذا بنقول ان مثلا 60 او 70% من الستات بيحملوا في اول سنه،
ولكن لو سبتهم خصوصا لو سنهم صغير تاني سنة بتلاقي 10% تانيين قدروا ان هم يحملوا لوحدهم خالص من غير تدخل من غير اي حاجة، وفي السنة الثالثة بتلاقي ان في 10% كمان حاملوا. اذا ده يعني على مدار الثلاث سنين، انما وصلنا مجازا وصلنا ل 80% كده، وصلنا ل 90% كمان، 90%. فاذا بيتبقى لنا ال 10% هم اللي ايه بيبقى عندهم مشكله او محتاجين فعلا لمساعده. لكن نظرا للانكزايتي الرهيبه والضغط، فبنقول شديد. ان هو بعد سنه لو ما حصلش تيجي السيده والزوج ويكشفوا ويشوفوا لو في اي مشاكل تمنع حدوث الحمل. طيب تمام. طيب يا دكتور، في دلالات او علامات معينه المفروض الزوجين او خصوصا الزوجه او البنت او المدام تيجي تطمن على نفسها من غير اي حاجه؟ في يعني في علامات او في اشارات او دلالات معينه المفروض ان الزوجه تيجي تطمن او تيجي لطبيب النساء والولاده؟ يعني بننصحهم بايه؟ اللي يجوا، مين اللي يجي بدري العياده؟ مين اللي مش لازم يستنى سنه؟ اللي يجوا بدري من السيدات اللي عارفين ان هم مثلا في التاريخ بتاعهم كانوا عاملين عمليات قبل كده، شايلين زايده، شايلين اكياس من على المبيض، شايلين اورام من الرحم، دول يفضل ان هم يجوا العياده بدري شويه يطمنوا على الانابيب بتاعتهم. اي عمليه حضرتك قلت زايده؟ يعني مش شرط ان تكون عمليه في حاجه تناسليه، يعني اي حاجه، ممكن اي عمليه فيها فتح بطن، لان فتح البطن دايما بينتج عنه بعض الالتصاقات، ممكن الالتصاقات دي تأثر على الأنابيب، نادر بس بتحصل. فبنحب نطمن ساعتها على الأنابيب. برضو السيدة اللي عارفة إن دورتها مش منتظمة، هقف هنا شوية أحكي بس يعني إيه دورة مش منتظمة، لأن السيدات بيتلخبطوا كتير في لغط كبير جدا في موضوع الدورة. لخبطة الدورة أو عدم انتظام الدورة، يعني الدورة تخلف 7 أيام أو أكتر بالزيادة أو بالنقصان. يعني لو خلفت يومين ثلاثة ده بنعتبرها دورة منتظمة، دورة طبيعية. أقصر دورة تبقى 21 وأطول دورة 35، أكتر من كده بنعتبره عدم انتظام، أقل من كده بنعتبره، أقل من 21 يوم هنعتبره عدم انتظام. فاللي عارفة إن هي الدورة بتاعتها بتجيلها كل 40 يوم أو كل 50 يوم أو بتجيلها مرتين ثلاثة في السنة، لا دي تيجي تكشف، لأن في الأغلب التبويض عندها هيبقى غير منتظم، ففرصتها بتبقى أقل من غيرها. نفس الحاجة الأزواج نفسهم اللي عامل عملية قبل كده في منطقة الخصية، عامل عملية دوالي، حاجات زي كده، برضو يجي يطمن الأول، مش لازم يستنى السنة كاملة. وأخيرا السيدات لو سنها كبير شوية فوق سن 37 سنة وعندهم برضو قلقانين جدا، ممكن يجوا بدري شوية يطمنوا إن ما فيش ما يمنع حدوث الحمل. طيب يا دكتور، السمنة ودورها، احنا عارفين ان السمنه مشكله في كل الامراض او في كل حاجه، السمنه بتسبب ازمه في اي علاج لاي حاجه، السمنه لها دور كبير جدا، فممكن حضرتك توضح لنا دور السمنه في دور تاخر الانجاب؟ طبعا زي ما انت كل الناس عارفه السمنه واضرارها على كل الاعضاء كلها، من ضمنها برضو الاعضاء التناسليه. بس هنعرف الاول يعني ايه السمنه. السمنه هنا بنحسبها بحاجه اسمها الكتله الوزنيه. تتحسب ازاي؟ الوزن على مربع الطول، مربع الطول. اي حاجه اكتر من ال 30 الست دي بتبقى اقل قدره على الحمل، خصوصا ان ده بيصاحب كتير جدا تكيسات المبيض. فالسمنه لوحدها انك تنزل 5% من وزنك ممكن يخلي واحده دورتها غير منتظمه تنتظم، مجرد ان هي تقلل الوزن. الحاجة التانية، لقوا ان السمنة بتأثر على جودة الحيوانات المنوية في الرجالة، يعني مش بس السيدات، للسيدات والرجالة. بتأثر برضو على جودة البويضات للسيدات، ولقوا ان نتائج الحقن المجهري وخلافه بتبقى اقل شوية في السيدات التخان. غير كده احنا مش مجرد ان احنا عايزين نساعد الست تخلف وخلاص، احنا بنبص على صحتها العامه، جنرال هيلث. الجنرال هيلث، انا مش عايزاها تحمل وهي وزنها فوق ال 100 كيلو، ده هيعرضها بعد كده في الحمل تبقى عرضه اكتر ان يجي لها اجهاض، تبقى عرضه اكتر ان يجي لها جلطات، تبقى عرضه اكتر لحدوث السكر الحمل وضغط الحمل وتسمم الحمل. كل دي مضاعفات هي في غنى عنها لو ظبطت ده قبل الحمل. ناهيك عن القيصريه اللي هتتعمل
طبعاً، لأن السمنة برضو بتخلي الولادة أصعب بكتير، وبتخلي الريكوفري أو التعافي من الولادة أصعب بكتير، وفرصتها لحدوث التهابات أكتر بكتير. فإحنا بنحاول نوقف كل ده من الأول بأن إحنا يبقى الوزن مناسب. طيب يا دكتور، حضرتك قلتي حسبة أحب أن إحنا نعيدها تاني، الحسبة دي ممكن أي ست أو أي بالزبط. أو أي أنثى تعملها في البيت؟ تمام طبعا. اللي هي ممكن الوزن الوزن على الوزن مربع الطول، الوزن وحتى على في مربع الطول بالظبط، وفي ابلكيشنز دلوقتي في التليفونات، كل الناس ماشيه بالسمارت فونز دلوقتي الابلكيشنز، برضه في ناس من اهالينا طيبين الابلكيشنز عادي جدا هتقول لك الوزن ايه والطول ايه، يقول لك يحسب لك الكتله الوزنيه، هي تعرف على طول. فوق ال 30 ده بنحاول نقلله ليبقى تحت ال 30. الطبيعي من 18 ل 25، فاكشلي من 25 ل 30 ده بيبقى برضو في زياده شويه في الوزن، ولكن بتبقى مقبوله. فوق ال 30 هو ده اللي بيسمى بالسمنه فعلا، فوق ال 35 بتبقى بنسميها موربد اوبيزيتي، فده ليفل تاني خالص يعني. طيب ننتقل لنقطه مهمه جدا، هي نقطه الحاله النفسيه. الحاله أيوة. النفسيه اللي ليها دور في اي حاجه ربنا خلقها. تمام. مش شرط الانجاب. طبعا من السهل جدا ان احنا نطلب من الزوجين والنبي ما تتوتروش، ده مهما بنقوله مهما بنطمنهم طبعا بيبقى صعب عليهم، لان بتبقى فتره صعبه جدا. هنقول ان الستريس او ده بيأثر جدا على القدره ان هي تحمل اساسا، غير دوره العلاج نفسها. الستريس لوحده ممكن يخلي في عدم انتظام في الدوره، ممكن يقطع الدوره تماما، فبالتالي يبقى ما فيش تبويض، لان كل الامبلسز او الاشارات بتنتج من المخ لتنشيط التبويض، وكل السيركيليشنز بتاعه المخ بيحصل فيها اضطراب في وجود الستريس ده. فبنحاول، غير طبعا ناهيك عن لخبطه الهرمونز اللي ممكن تحصل مع الستريس. قدره احنا بندي التنشيط بالادويه. احيانا الستريس لما بيبقى زياده جدا بنحس او بنلاقي في التنشيط ان الاستجابه ممكن ما تبقاش اوبتيمم او ايديال او مناسبه. هو برضه بيكون غصب عنهم يا دكتور طبعاً. لان بيكون عليهم ضغط كبير جدا طبعاً. سواء من زوجها او سواء طبعاً. من حماتها. بس احيانا بيبقى الستريس بالذات في اول مره الزوجين بييجوا بيجربوا اي دوره علاجيه، بيبقوا مش عارفين الدوره العلاجيه دي عامله ازاي، هتتعبهم ازاي، خصوصا السيده. ولو الزوج مش متفاهم ده بيزود عبء عليها طبعا. فلما جايز بتخش في الدورة العلاجية وبتلاقيها أبسط مما هي تصورت، ده بيخليها في الدورة العلاجية اللي وراها تبقى أهدى شوية. فلا طبعا ده عامل مهم جدا، وبننصح إن هما بقدر الإمكان يسيبوه على ربنا. نعم بالله يا دكتور. طيب يا دكتور، سمعنا عن مقول أو حاجة انتشرت أو شائعة جدا، هي تكيسات المبيض. تمام. ممكن حضرتك توضح لنا ايه هي تكيسات المبيض وايه دورها وايه الفرق بينها وبين اكياس المبيض؟ تمام. انا هبدا باكياس المبيض لان دي الاسهل في الشرح. كيس المبيض بمنتهى السهوله كده، حاجه اتكونت داخل المبيض عملت كيس، سواء الحاجه دي ميه او دم، بتكون كيس او كره كده بتبان لنا في الاشعه التلفزيونيه. وغالبا في معظم الوقت لما بيبقى مليان ميه دي بتبقى اكياس وظيفيه وما بتهمناش في حاجه وبتروح لوحدها في الاغلب. غير الاكياس الدمويه، وفي انواع تانية بقى للاكياس طبعا، خصوصا في السيدات الكبار شويه في السن. انما ده بيختلف عن تكيسات المبيض. وكلمه تكيسات هنا ممكن تكون الترجمه الحرفيه للانجليزي اللي هو بوليسيستيك اوفريز، مش مظبوطة. هي مجرد الشكل برضو ده شكل سونار بالأشعة التلفزيونية عن شكل حويصلات في المبيض. طيب أستاذ حضرتك معنا اتصال هاتفي. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اتفضل معك دكتور أمير. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا أستاذ محمد. دكتورة لو سمحت، أنا زوجتي حامل في الشهر الرابع، وبعدين عملت اشعه وكده وكشفت، فالجنين كامل وكل حاجه بس العصب بتاع نافوخه مش موجود، فالدكاتره قالوا له تاني بس ايه؟ العصب بتاع نافوخه مش موجود. العصب بتاع النافوخ مش موجود. مش موجود يعني، فالدكاتره قالوا لازم ينزل دلوقتي، وفي دكاتره قالوا ممكن تقعد لسبع شهور، وبعد السبع شهور ينزل عادي،
بس حاليا انا الدكاتره قالوا لازم ننزل دلوقتي، لان لو قعد هيعمل زلال في جسمه وكده، فطبعا الدكاتره مش عايزين يشوفوا دلوقتي وكده. فهل هو فعلا لو رعد يعني هبقى غلط عليا ولا؟ طيب دكتور أميرة هتجاوب على حضرتك. هو طبعا لازم التشخيص يبقى نبقى متأكدين منه. دلوقتي دكاترة علم الأجنة كتير جدا ومتخصصين جدا، لو التشخيص اللي هو بنسميه الأنينكفالي أو عدم وجود جزء من المخ، في الأغلب ده البيبي ده ما بيكملش، حتى لو كمل الشهر الثامن أو التاسع فهو بعد كده لما بيتولد ما بيكملش. فلازم تبقى متأكد بس الأول جدا من التشخيص عشان ما تقدمش على حاجة أنت مش متأكد منها. تشخيص نص العلاج بالضبط. فأنا أنصحك أن أنت تعيد السونار ده مع حد متخصص، ولو فعلا أيوة ده حالة بنسميها الأنينكفالي أو أن هو جزء من المخ مش موجود، يبقى لا البيبي ده بينزل. وحضرتك بتنصحيه يروح لدكتور متخصص في علم الأجنة، طب الجنين، طيب معانا اتصال تاني، اتصال هاتفي. أستاذة أم محمد، صباح الخير يا أم محمد. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. لو سمحتي، معي أختي ليها 3 سنين نزلت عيل وعندها تكيسات مبايض. ممكن تعلي صوتك شوية يا محمد؟ نعم؟ أستأذنك علي صوتك شوية. أختي لها 3 سنين نزلت عيل، تمام، وعندها تكيسات مبايض، وإيه؟ وبتلف على الدكاترة وما فيش يعني إنجاب لحد دلوقتي. عندها تكيس مبايض. وقال لها ان عندك عملية منظار. تمام. دورة بتجي لها منتظمة يا ام محمد؟ لا خالص، شهر ما بتنزلش معاني يعني بتاج ايام وما بتجيش تاني. طيب شكرا يا ام محمد. طبعا هي لو دورتها حتى لو عندها تكيسات مبايض، وده بيخلينا نكمل قصة تكيسات المبيض. تكيسات المبيض لو مش عاملة أي عرض مش مشكلة خالص، ما تقلقش منها السيدة خالص. إنما من أشهر الأعراض اللي تأخر الإنجاب هي عدم انتظام الدورة. ساعات الدورة ما تجيش خالص، ممكن تيجي مرة في السنة أو مرتين في السنة، فده يعني ما فيش تبويض أو التبويض بيحصل بطريقة عشوائية قليلة، فدي بتحتاج تنشيط تبويض، ولكن ليس بالضرورة ان هي دايما تحتاج منظار. المنظار في حالة التكيسات لو ما فيش استجابة لأدوية التنشيط، تنشيط التبويض، احيانا ذكر ان ممكن بنعمل منظار اللي هو من فوق، منظار البطن، وبندي زي ايه ستيميليشن للمبيض، للمبيضين. ده بس احيانا لو حد مش متخصص ممكن يعمل دامج اكتر من نفع، ممكن يعمل ضرر اكتر من نفع للمبيض. وبعدين عيبه التاني ان لما بنعمله المدة الاستجابة بعدها للتنشيط غالبا بتبقى 3 ل6 شهور، وبعد كده الإفكت بتاع المنظار ده بينتهي يعني. فمش كل السيدات مناسب ليهم المنظار البطن اللي عندهم تكيسات، فقط اللي ما استجابوش لعملية التنشيط ومش عايزين ينتقلوا للمرحلة اللي بعديها. ده بالنسبة لمنظار البطن. طيب معانا اتصال اخر، استاذ رضا. صباح الخير. أيوة يا استاذ رضا. ايوه كنت عاوز اسال الدكتورة بس اكلم الدكتورة بس. اتفضل دكتور اميرة مع حضرتك. دكتورة اميرة السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. وخصوص بالنسبة لمراتي كتبة شريط بقالها اكثر من 18 20 سنة، دخلت 20 سنة. تمام. الشريط اللي يعني لو اللي طبعا لما بيجيلها الدوره دلوقتي بتتعبها جامد قوي، اللي هي بتبقى مصارينها بخط او تاخد حقوق المغرب وحقوق القهوي وبرضه ما تعرفش تاكل ولا تعرف تشرب الدوره اللي بتقعد قدها فتره محتاجه قلق وبطنها جامد جامد يعني. الصوت مش واضح جدا يا استاذ رضا. الصوت مش واضح قوي، ممكن حضرتك اخر جمله بس؟ نعم. الصوت مش واضح اخر جمله. اللي هي طبعا هي يعني الدوره مش منتظمه كل حاجه، بس طبعا عامل مغص عندها في بطنها جامد. تمام. طيب. الدوره ما بتيجي بتعمل مغص جامد جامد. طيب. جامد يعني تعمل. طيب. الام جامده، وطبعا كشفت الدكتور قال لها الدكتور نفسه بابا قال لها الشريط ده اللي بيعمل المغص ده وكلام من ده، عامل الهرمونات عندك عاليه وكلام من ده. طيب
شكرا يا استاذ. بالنسبه للشريط لو هو عامل لها وجع جامد جدا، اول حاجه لازم تتاكد منها هل هو في مكانه ولا مش في مكانه. احيانا الشريط بيتغير، خاصه انه بقاله فتره كبيره، ده نقطه تانية يعني. اولا حتى لو ما بقالوش الفتره الطويله تتاكد ان هو في مكانه او لا. في معظم الاحوال مش هتلاقيه في مكانه، هتلاقيه متزحلق شويه لورا لتحت، ده بيعمل الام جامده جدا في الظهر وبيخلي الدوره تقعد تنقط قبليها وبعديها مده طويله. طبعا المده برضو احنا ما بنفضلش حسب نوع اللولب طبعا المتركب، لكن عاده ما بنفضلش انه يقعد اكتر من 10 سنين، بنحب نشيله ونحط واحد تاني. فانا انصحك ان هي تروح تكشف تشوف هو في مكانه ولا لا، لو مش في مكانه يتشال، حتى لو في مكانه مع المده الطويله دي يتشال وتاخد راحه شهرين ثلاثه وتركب واحد تاني. تمام. طيب يا دكتور، اتكلمنا عن تاخر الانجاب والمشاكل اللي ممكن تحصل ومين اللي المفروض يروح يكشف بدري. شفنا المشكله، عايزين نحلها بقى. نحلها في حلول كتيره وفي حاجات كتير انتشرت، وفي الفتره الاخيره في حلول متقدمه، مش متقدمه جدا لكن هي سببت يعني كانت السبب في انها تكون ان ناس كتير يكونوا اباء. هستاذن قبل الحلول هناخد مداخله استاذة نهى من السودان ونرجع للحلول مره ثانيه. تمام، اتفضلي يا استاذة نهى. الو اهلا بيك، اتفضلي. هستأذنك علي صوتك يا استاذة نهى. ايوه عم بشرح للدكتور، انا من السودان يعني. اتفضلي دكتور، الدكتور اميره مع حضرتك. اهلا يا نهى. طيب يا دكتور امير، انا انت بشكي من الام كده في الظهر وفي الرجال، ورحت للدكتوره عملت لي موجات وبدت لي كده حبوب بس فوليك اسيد. تمام، ايه الشكوى بتاعتك ايه يا نهى؟ آلام شديدة في الظهر، بس في الظهر أكثر. قبل الدورة بيكون هنا آلام في كبوتين وصباع وزي سخونة كده، بعد ما تنزل الدورة بيومين كده الآلام دي بتمشي يعني. آلام بتتحسن يعني. أيوه. أنت سنك كام سنة؟ نعم. سنك كم سنة يا نهى؟ 44. تمام طبعا. يلا رحت لها وقالوا ايوه يا نهى. يلا لما رحت للدكتورة وانا كنت يعني انت بيتين كنت عاوز احمل يعني كنت عاوز احمل. تمام، شكرا يا نهى. شكرا يا استاذة نهى. دكتور أميرة هترد عليك. طبعا هي عندها شكوتين، الشكوى الاولانيه التعب او تقل او وجع قبل الدوره، والشكوى الثانيه ان هي عايزه تحمل. طبعا لازم الواحد ياخد التاريخ منها مظبوط، القصه بالظبط، الهيستوري كامل والكشف والفحص، هل في حاجه تمنع فعلا ولا لا. انما في المجمل بنقول ان القدره الانجابيه الفسيولوجيه او بالعلاج بتقل جدا بعد سن الأربعين. مش بنقول ان هي مستحيله ومش بنقول ان هي ما بتحصلش، ولكن ده بالاحصائيات بالارقام بعد سن ال 40 طبيا وعلميا. القدره الانجابيه سواء بالطرق الطبيعيه او بالطرق المساعده بتقل جدا بعد سن ال 40، ونسب حدوث الاجهاض بتزيد. فدي حاجه ما بنقدرش نتحكم فيها قوي او ملناش الدور بتاعنا فيها قليل جدا. فاحنا بنصحها طبعا يبقى في تشخيص اولا لسبب الاوجاع دي، لازم نتاكد ان الرحم ده ما فيهوش اورام، ما فيهوش زوايد لحميه، ما فيهوش اي حاجه تسبب الوجع ده، ونشوف لو في اي حاجه تانية تمنع، هل السائل المنوي بتاع زوجها كويس. نيجي بقى لمقومات اللي تخلي اي اتنين ليهم القدره على الانجاب. نحتاج ثلاث مقومات، ان يبقى في تبويض منتظم. تمام. ان يبقى فيه سائل منوي مظبوط، لان السائل المنوي هو اللي لازم يسبح ويوصل للبويضه، ولازم الموصل للسائل المنوي ده اللي هم الانابيب يبقى سليم، يبقى مفتوح ويبقى سليم. اذا التبويض، السائل المنوي والانابيب، طالما الثلاثه دول اتكشف عليهم وطلع ان هم كويسين يبقى مفيش ما يمنع الحمل. ومع هذا احيانا سيدات يقعدوا بالسنين ما عندهمش اي مشكله في الثلاثه دول وبرده ما بيحصلش حمل، بنسميه الانكسبلايند او الغير مفصل، تاخير الحمل غير مفصل، وده بياخد تقريبا او
تقريبا ده نسبته 40% من الناس اللي عندهم تاخر في الانجاب. ما بنبقاش عارفين، هو طبعا احنا ما بنبقاش عارفين السبب ايه، انما بيبقى في اسباب تانية مش مرئيه لينا يعني. طيب استاذ، احنا ناخد اتصال. استاذ عبير من القاهره، صباح الخير. استاذ عبير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، اتفضلي يا فندم. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي يا دكتور اميره مع حضرتك. اتفضلي يا عبير. ازيك يا دكتوره؟ هستاذنك توطي التلفزيون او تبعد عنه شويه. ماشي ماشي. بقول لك يا دكتوره، انا كنت عامله عمليه منظار وكانت عندي لحميه على الرحم. كويس. والدكتور قال لي المبايض ضعيفه. كويس. عملت تحليل المخزون المبيض، قال لي المخزون 5/10. ده ممكن يحصل منه حمل طبيعي ولا لا يعني يا دكتوره؟ سنك قد ايه؟ عندي 22 سنه. تمام، شكرا يا عبير. شكرا. ضعف التبويض بقى، ضعف التبويض او ما يقال ان هو ضعف. طبعا بتظل اهم عنصر بيسمح بالحمل بالطرق الطبيعيه او بطرق مساعدات الاخصاب هو السن. طالما السن صغير يبقى ان شاء الله الجوده تبقى كويسه، حتى لو مخزون المبيض قليل شويه. نيجي نتكلم شويه عن ايه مخزون المبيض، او ايه مخزون المبيض ده. كتير بيقلقوا منه جدا ويعملوا التست اللي هو احيانا كتير ما بيبقاش مظبوط نتيجته، خصوصا لما تبقى واحده سنها صغير. نادر جدا لما نلاقي الاي ام اتش اللي هو اسمه انتي موليرين هرمون واطي في واحده سنها صغير. ولكن بيحصل. مخزون المبيض ما بيقولناش الست دي هتحمل او مش هتحمل. لا، ما بيديناش ده. وحتى لو مخزون المبيض قليل، طالما الدوره منتظمه وفي تبويض منتظم يبقى في قدره على الانجاب. انما مخزون المبيض بيفرق معانا احنا اول ما بدا، بيفرق مع الدكاتره لما يجوا يستعملوا حقن تنشيط التبويض او الحقن اللي بننشط فيها المبيض علشان الحقن المجهري. بيفرق معانا جدا ان احنا نحدد من خلاله الجرعات اللي احنا نستعملها. يعني مخزون قليل يا دكتور هزوده، هزود الجرعه. بالظبط، هزود الجرعه. الدوز بقى هتكون قد ايه على حسب كميه البويضات او على حسب المبيض مخزونه قد ايه. واحب اضيف ان المخزون ده حاجه محدش بيقدر يتحكم فيها ولا يزودها ولا يقللها. دي حاجه بتحفز انتاج البويضات. احنا المخزون ده متحدد من السيده في بطن مامتها. بالظبط. في عدد معين من 6 ل 7 مليون في الشهر الرابع بيبقى متكون. طيب استاذ حضرتك ناخد مدام ورده عشان منتظره بقالك. مدام ورده اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور اميره معاك، اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. اهلا يا ورده. اهلا بحضرتك. انا سقطت مرتين وبيقول لي عندك على انابيب ميه، هي ممكن دي تكون سبب السقاطه؟ وعايزه اعرف سبب السقاطه في اول شهر ونص بيكون سبب من ايه؟ سنك قد ايه يا وردة؟ انا 23 سنة ومعايا عيلة عندها 4 سنين. طيب شكرا يا وردة. اولا هي قبل ما نجاوب على وردة انا بعتذر جدا لكل السادة المشاهدين عن تلقي كل الاتصالات، لان فريق الاعداد بيبلغني ان في مكالمات كتيرة جدا، فتقدروا تكلمونا على الرابط اللي هيظهر قدامكم الاعلامي دكتور محمد طلعت برنامج اطباء مصر، او تكلموا دكتور اميره مباشره مركز اوبتيمم، الارقام اللي هتظهر قدامكم. نرجع تاني يا دكتور بقى نجاوب ورد. على مدام ورده. ورده اولا سنها صغير فدي حاجه مطمئنه. الاجهاض بالذات في اول 3 شهور ده كومن جدا، دارج جدا، وحاجه بتحصل تقريبا لكل ست في الفتره التناسليه بتاعتها. من كتر ما هو متكرر وبيحصل كتير ما بنعملوش اي انفستيجيشنز او اي فحوصات لو حصل مره او اتنين. لما يحصل 3 مرات متتاليه ساعتها ممكن نبدا بالظبط. انما في المعظم بيبقى خلل في تكوين الجنين، ده بنسبه 95 98% بيبقى سبب الاجهاض. دي بتبقى رحمه من ربنا ان هو ما يكملش حاجه
مش كويسه في الديفلوبمنت او في التكوين بتاعها. الحاجه الكويسه عندها ان هي عندها طفل، فده اذا معناه ان هي في قابليه للحمل كويس ولاستكماله بطريقه مكتمله. بالنسبه للانابيب، طبعا وجود ميه في الانابيب هي مش بتسبب اجهاض، بالعكس هي لو فعلا الانابيب بايظه ومليانه ميه انا ما اظنش ان هي هيبقى عندها قدره على الحمل اصلا، لان الانابيب لو بايظه تماما كده ومكونه ميه بتمنع حدوث الحمل من الاول. في الحاله دي بشيلها يا دكتور ولا ممكن تتعالج؟ لا في الحاله دي هي خلاص باظت وكونت الميه بتاعتها، ما بيبقاش ليها علاج غير ان هي تتشال او نستأصلها من نفصلها عن الرحم، مش نستأصلها من نفصلها عن الرحم. في جراحات ساعات بتتعمل بنفتح فيها فتحه ونفضي الميه ونسيبها، ولكن حتى لو خليتها في الاخر مفتوحه الانبوبه هي الوظيفه بتاعتها باظت، الوظيفه بتاعتها مش شغاله كويس، وهتخليها عرضة أكتر إن يجيلها حمل خارج الرحم. وده مش هيأثر على عملية الحمل أو على استكمال العملية أو عملية الحمل كاملة؟ إحنا عندنا أنبوبتين لكل سيدة، فعلى حسب هل هي أنبوبة واحدة المتأثرة ولا الأنبوبتين. طبعا لو الأنبوبتين متأثرين مع الأسف بتبقى السكة ساعتها في الحقن المجهري أو الحل ساعتها في الحقن المجهري، لأن الأنابيب دي عنصر مهم جدا لحدوث الحمل، ما ينفعش من غيره. يعني حتى لو الانبوبتين ممكن اشيلهم الاثنين وما ياثرش معايا واعمل عمليه حقن مجهري. بس هنا احنا كده بنخلي الست ان هي ما عندهاش سكه ثانيه للحمل غير الحقن المجهري. بالظبط. فانما لو في هتعمل حقن مجهري والانابيب مليانه ميه لازم بنفصل الانبوبه من الرحم، لان ده بيحسن نتائج الحقن المجهري بنسبه 50%. طيب يا دكتور، من بداية الحلقة واحنا عمالين نتكلم عن المشاكل وتأخر الإنجاب وبداية الحلقة خلاص كلها مشاكل، عايزين بقى نشوف الجانب المشرق ونشوف الجانب الكويس في تأخر الإنجاب والحلول. عايزين حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين ايه الحلول الحديثة اللي ممكن تحصل، اللي ممكن نعالج بها تأخر الإنجاب. تمام. طبعا هو العلاج هيبقى حسب السبب، عشان كده التشخيص مهم جدا. فحسب السبب، والله السبب في مشكلة في السائل المنوي، حسب المشكلة دي حجمها قد إيه. السائل المنوي فيه عدد وفي حركة وفي شكل، يعني الموضوع في حاجات حيوان المنوي ده لوحده قصة لوحدها. فعلى حسب، هل هي حاجات بسيطة هيحتاج إن هو يحسن منها مع دكتور أمراض الذكورة بتاعه، ولا حاجة قطعية في مثلا عدد مليون واحد أو نص مليون، حاجات ضعيفة النورمال 15 مليون يعني كعدد، هيحتاج ساعتها يتجه للحقن المجهري. لو المشكلة في الأنابيب في الأغلب بتبقى السكة في الحقن المجهري. لو المشكلة في التبويض، لأ عندنا بقى أوبشنز كتير حسب التبويض ده، مفيش تبويض خالص ولا في خلل بسيط ولا في لخبطة تانية في الهرمونز. طيب عشان المشاهدين بس ما يروحوش مننا ويبقوا قاعدين فاهمين معانا، هنقسم العلاج لقسمين. القسم الأول لو كان المشكلة عند الراجل اللي هي في الحيوان المنوي، ونقسم الحيوان المنوي في العدد أو في الوظيفة. تمام. العدد والحركة والشكل. والحركة والشكل. تمام. ننتقل على الجانب الثاني اللي هو عند الأنثى، التبويض. مظبوط. التبويض والأنابيب. التبويض والأنابيب. تمام. تمام. فالأنابيب سكتها في الحقن المجهري. تمام. التبويض، لا لو سيدة عندها تبويض كويس أرجوكوا ما تعملوش تنشيط تبويض، لأن تنشيط التبويض في واحدة عندها تبويض كويس ما بيزودش حاجة، بالعكس ده ساعات الأدوية أو الأقراص، هي بتبقى في الأغلب أقراص بنستعملها للتنشيط ده، ممكن بتعمل ليها أضرار جانبية تانية مش على المبيض بالظبط، بس مش على المبيض، على باقي الجهاز التناسلي، على عنق الرحم، على الرحم نفسه، على بطنته وهكذا. فاللي ما عندهاش مشكله في التبويض، مش حتى لو عندها بعض التاخر، التنشيط هنا مش هيفيدها كتير، بالعكس ده ممكن كمان يكون اكياس. انما اللي ما عندهاش تبويض او بيجي كل 60 يوم 70 يوم، لا دي هتستفيد من تنشيط التبويض اللي هو ممكن يتم عن طريق الاقراص، وده اشهر الطرق، بسيطه جدا، بتاخد اقراص فتره معينه في بدايه الدوره، وبنعمل لها سونارات نبص على البويضه وهي بتكبر ونقيسها، ولما البويضه تكبر وتوصل لحجم معين
في طريقتين بنسيبها، يا اما بالطريقه الطبيعيه يحصل التبويض بالطريقه الطبيعيه لوحده، بس بنقول لها يبقى في علاقه زوجيه منتظمه في خلال الاسبوع ده او العشر ايام دول، او بندي حقنه بنسميها الحقنه التفجيريه، هي اسمها يخد، انما هي مش بتفجر ولا حاجه، هي بتخلي عمليه التبويض تحصل. وساعتها برضو بنوجههم للعلاقه تبقى امتى يعني. طيب يا دكتور، من الحلول اللي حضرتك ذكرتيها خلال الحديث اللي هي الحقن المجهري. مظبوط. والحقيقه ان الحقن المجهري فك اسباب كتيره، وكان سبب ان يكون في ناس اباء كتير جدا. ده حقيقي. وبيشيل ازمات، وبيشيل حاجات، وبيشيل ازمات نفسيه واجتماعيه وتفرقات كان ممكن تحصل. ممكن حضرتك توضح لنا وللساده المشاهدين ايه الحقن المجهري؟ تمام. هو اول ما بدا كان في اسمه اي بي اف او اطفال الانابيب، لو تتذكر دلوقتي اللفظ ده استبدلوه بالحقن المجهري على طول. بس انما في فرق ما بينهم. في فرق ما بينهم وهنوضح ونقول ايه هي. ايه العمليه دي؟ هي عمليه بسيطه مش صعبه، ولكن بتستنزف الزوجين نفسيا وماديا. بس نفسيا اكتر، يعني هتلاقي ان هم دايما الشكوى اللي بتشوفها بعديها او اكتر حاجه ثابت اثر هو العامل النفسي فعلا، لان هو بيكون جرب حاجات كتير قبل كده وحاول على حاجات كتير، فكله بيقول له دي اخر حاجه. بالظبط، ده المفروض اخر المطاف. فعمليه الحقن المجهري عمليه بسيطه، بدايتها بتبدا مع الدوره. احنا كل الشغل بيبقى حوالين بدايه الدوره دايما. الدورة العلاجية بتاخد من أسبوعين لأربع أسابيع حسب البروتوكول اللي السيدة هتمشي عليه. معانا صورة على الشاشة يا دكتور. بتاخد أيوة بتاخد تنشيط تبويض بالحقن. المدة بتختلف من واحدة للتانية، وده بيبقى شكل المبيض. ده بيبقى شكل المبيض مع التنشيط. بنقيس الحويصلات الكور السوداء اللي كانت باينه دي، بنقيسها لحد ما توصل لحجم معين، وبعدين بندي الحقنه التفجيريه برضو. وبعديها بنعمل سحب للبويضات. عمليه سحب البويضات دي عمليه بسيطه جدا جدا في ايدين حد متخصص، ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق، وما بتبقاش فتح بطن ولا حاجه، ده بتبقى بالسونار. السونار جهاز السونار المهبلي اللي كل الستات بتعمله. طب هي الصوره معانا يا دكتور. هي دي البويضات، بس انها توصل لحجم معين اللي هو 16 ملي، من 16 ل 18 ملي. بندي بنقول ان هي جاهزه، وبندي من بعديها الحقنه التفجيريه. تمام. الحقنه التفجيريه تخليها بقى تخرج في المعده، بتخليها ماتيور او ناضجه، تخليها تنضج، انما هي بتفضل نفس الشكل موجود. بعديها ب 36 ساعه نعمل عمليه السحب البسيطه دي، زي ما انت شايف ده الرحم والمبيضين من الجنب. احنا مش بندخل بجهاز السونار، ده جهاز السونار وفيه زي ابره ماشيه فيه. الابره دي اللي بتدخل في المبيض وبتسحب، بتدخل جوه الكور الصغيره دي اللي انتوا شايفينها، وبنسحب من خلالها السائل اللي جواه البويضات. السائل إنما اللي جواه البويضات. بالظبط. انما مش بندخل من خلال الرحم نفسه، بيبقى من الجنب كده. فعمليه بسيطه بتاخد 5 إلى 10 دقائق بالكتير، والست بتروح في نفس اليوم، ما بتقعدش في المستشفى، هي هما ساعتين ثلاثة لحد ما بتفوق. ده شكل الإبرة وهو داخل من السونار في عملية سحب البويضات. بندخل في كل كرة من دول نسحب السائل اللي جواه البويضات، ونناولهم لدكاترة المعمل. حلو جدا. دكاترة المعمل ياخدوا البويضات دي، وبنطلب في نفس اليوم طبعا السائل المنوي بتاعة الزوج، ياخدوهم الاثنين في المعمل. يا إما يحصل أطفال أنابيب، يا اما يحصل حقن مجهري. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اطفال الانابيب انا باخد البويضات. طب ايه اللي على الشاشه ده دكتوره اللي حضرتك؟ ده المبيض. ده المبيض المتنشط. متنشط يعني ايه؟ يعني كل انا عايزه يعني البويضات ماتيور ناضجه. بالظبط، البويضات دي كبرت. احنا اللي بيحصل ايه في العادي في الطبيعي؟ ان واحده بس كل شهر من دول هي اللي بتكبر. ده الطبيعي، الدورة الطبيعية. إنما في التنشيط لا، أنا ببقى عايزة كل المبيض، كل البويضات اللي فيه في الدورة دي، عشان بس الستات ما تخافش إن بويضاتها هتخلص. مش هتخلص ولا حاجة. بنشط بحيث إن أنا أقدر أحصل على أكبر عدد من البويضات في الدورة العلاجية. ودي الإبرة وأنا بجيب بيها البويضات؟ لا، دي الإبرة. دي الإبرة اللي بنقل فيها بعد كده الأجنة. دي اللي أنا هرجع بيها. هرجع بيها الأجنة، عشان كده داخلة جوه الرحم. دي داخلة التانية كانت من جنب الرحم. بالظبط، التانية كانت من جناب الرحم كده على المبيضين على طول، ولكن ده خلاص بعد ما حضرت الأجنة وجهزتها بنقلها داخل الرحم في السنتر
زي ما هو موضح، ودي ما بتبقاش عمليه كبيره ولا حاجه، مش عمليه اصلا ما بتحتاجش السيده عاده تتبنك فيها خالص. وعمليه في منتهى البساطه كانها قاعده في العياده بتعمل كشف. ده الفرق بين الاطفال الانابيب والحقن المجهري. اطفال الانابيب على الناحيه الشمال بنحط البويضه في الطبق ونحط بطريقه مبسطه جدا نحط عليها السائل المنوي ونسيبهم لوحدهم لحالهم، يحصل الاخصاب لوحده بالظبط، يحصل الاخصاب ما يحصلش اخصاب، بنبص عليهم تاني يوم نشوف ايه اللي حصل. المفروض الطريقه دي تستخدم لما يبقى السائل المنوي كويس، حالته كويسه كويس جدا من حيث العدد والحركه والنوع. انما لو في اي خلل في السائل المنوي بنلجا للحقن المجهري اللي هي الصوره اللي جنبيه، بمسك بقى انا البويضه بنفسي وبثبتها وبيمسك السائل الحيوان المنوي بابره ويدخلها بنفسه في البويضه كما هو موضح، فيحصل خلالها عمليه الاخصاب. طيب يا دكتور كده كنا انتقلنا وصلنا لحد المعمل بقى. مظبوط. والمعمل اطباء المعمل عليهم دور كبير جدا. طبعا. لان هم ممكن يكونوا سبب في لو الامكانيات مش عاليه او الامكانيات مش تكنولوجي مش عاليه جدا في المعمل، ممكن يكون المعمل نفسه هو السبب في ان العمليه تفشل او يحصل حاجه. فممكن حضرتك توضح لنا دور المعمل المهم ودور اطباء المعمل في عمليه الحقن المجهري؟ بص احنا بنقول الحقن المجهري نصين، نص على الدكتور، النص الاولاني اللي هو عملية التنشيط، طبعا تجهيز العيانة واختيارها من الأول وتنشيط المبيضين وعملية السحب والنقل. النص التاني في المطبخ اللي بنقول عليه المطبخ اللي هو المعمل. المعمل ده مهم جدا جدا، ودكاترة علم الأجنة مهمين جدا في الهاندلنج بتاع الحاجة. لازم يبقى فيه تدريب كويس جدا، لازم طبعا يبقى فيه أجهزة جديدة أو حديثة، مش هنقول جديدة، لازم تبقى حديثة، لأن التقنيات في المجال ده كل يوم حاجات جديدة. خلي بالك عملية الحقن المجهري دي كلها سنها 40 سنة. فهو يعتبر علم جديد، والحاجات اللي بيستخدموها من إبر من ميديا من كل المستهلكات فيها تطور يومي، فلازم الناس دي تبقى متجهزة كويس جدا، ويبقى الهاندلنج بتاع التيشوز وتجهيز الأجهزة يبقى مظبوط، بنسمي حاجة اسمها كواليتي كنترول. لازم تبقى كل حاجة بالظبط، الأكسجين، نسب الأكسجين، نسب السي او 2، ده كله بتاع عملية تشيك يوميا أو أسبوعيا. طيب يا دكتور عايزين حضرتك توضحي لنا الجنين، أنا خدت خط البويضة وخدت الحيوان المنوي وحطهم في التلاجة بره، الثلاجة دي بالمعنى الدارج انما هي حضانات وعملية معقدة جدا. مزبوط. انا عارف هرجع الجنين بقى، هرجع الجنين في رحم الانثى، هرجعه في اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس. تمام. وهنا بقى تيجي لغط كبير وازمة كبيرة حوالين المشكلة دي، هرجعه امتى وايه احسن وايه افضل حاجة واليوم الخامس اللي طبعا هو اللي منتشر دلوقتي بص ورائك. هو الفكرة كلها، خلينا ناخد الموضوع من الأول. في أول ما موضوع الحقن المجهري ده بدأ أو أطفال الأنابيب، كانت تجهيزات الفلويد أو الميديا السائل اللي بنحط فيه الأجنة علشان يتكاثر لسه الناس كانت بتتعرف عليه أكتر. وانس كانوا بيلاقوا حصل إخصاب وحصل انقسامات وبدأ يبقى جنين، يقولك احنا هندخله الأم احسن ما يفضل في المعمل، لان داخل الام مناخ طبيب كان بيخاف ان هو يفضل مناخ مناسب اكتر ومناخ ملائم لان يحصل بقى عمليه الزرع. تمام. ولكن فسيولوجيا اليوم الثالث في الطبيعي لو واحده حصل لها الاخصاب بالطريقه الطبيعيه، اليوم الثالث ده لسه الجنين بيبقى في الانبوبه، ما بيبقاش لسه وصل الرحم. اليوم الخامس هو الجنين بيبقى وصل الرحم عشان يبدا عمليه الزرع. إذا أنا مع تقدم الميديا ومع تقدم المعامل وإمكاننا إن إحنا نقدر نخلي الجنين عايش كويس وينقسم في مناخ كويس في أخلق المعمل، أخلق له نفس الظروف اللي في رحم الأنثى أخلقها له بره، أخلقها له بره، يبقى النقل اليوم الخامس بيبقى أحسن. مش كل الأجنة بتوصل لليوم الخامس. دي أول عقبة، إن أنا لا تسيل العيانة بادية معايا بعشر أجنة أو ثمان أجنة أو 8 10 بويضات، 8 منهم اتخصبوا وعملوا أجنة،
مش شرط ان الثمان اجنة يكملوا لليوم الخامس، ودي بتبقى حاجة من الحاجات مش بالضروري ان هي سيئة، دي حاجة كويسة، لان انا بقدر اشوف انه من الاجنة دول هو اللي قوي، هو اللي مستمر، هو اللي عايش. في حين ان على اليوم الثاني او الثالث مش شرط كل معالمه تكون لسه ظهرت او يكون لسه بين نفسه، فده بيساعدني على ان انا اختار الجنين، انسب جنين ينفع يتنقل. اذا بيساعدني على السلكشن، عملية الاختيار المناسبة لاحسن جنين او احسن جنينين او احسن ثلاث اجنة، وبيساعدني ان ده اكتر وقت مناسب لعملية الزرع، فانا بنقله في الوقت المناسب. ولقوا فعلا ان عمليات الحقن المجهري في اليوم النقل في اليوم الخامس لو جودة الجنين كويسة بتدي نتائج احسن بكتير من اليوم التالت. في نهاية هذا اللقاء المفيد والممتع والمثير جدا، بشكر حضرتك دكتور أميرة، أفدتينا جدا وأفدت كل السادة المشاهدين، بشكرك حضرتك، بشكرك. أهلا بك دكتور محمد. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر سيادتكم على حسن المتابعة، وبفكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج الرئيسية دكتور محمد طلعت، برنامج أطباء مصر. بشكركم شكرا جزيلا، إلى اللقاء دكتور محمد طلعت.